الشيء بالمبكر عند الرجل، أنواعه، أسبابه، دلالاته وطرق علاجه. يقول المثل: الشيب عنوان الكبر. دائما ما كان الشيب مرتبطا بالتقدم بالعمر، ولكن ماذا إن ظهر الشيب عند الرجل في وقت مبكر؟ في هذا الفيديو أعزائنا سنقدم لكم أسباب ظهور الشيب المبكر عند الرجال وطرائق علاجه وما هي دلالات الشيب المبكر عند الرجل. تابعوا معنا. ما هو الشيب؟ يعرف الشيب بأنه بيضاض لون شعر الرأس. إن المسؤول عن لون الشعر هو صبغة الميلانين الموجودة داخل الخلايا الصبغية الموجودة داخل البصيلات الشعرية. ويظهر الشيب بسبب نقص عدد الخلايا الصبغية نتيجة انتهاء العمر الزمني لها مثلها مثل باقي خلايا الجسم المختلفة. وبالتالي ستنقص كمية صبغة الميلانين التي تكسب الشعر لونه، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الشيب، أي فقدان الشعر لونه الطبيعي واكتسابه اللون الأبيض. ما هي أنواع الشيب؟ أولاً، الشيب الطبيعي للشعر هو الذي يصيب الإنسان نتيجة التقدم بالعمر، فيبدأ الشيب بالظهور بشكل قليل جداً في بداية الأربعينيات، ويستمر بالزيادة تدريجياً حتى يصبح شعر الإنسان أبيض بشكل كامل عند بلوغه سن 60 أو 70 عاماً. ثاني أنواع الشيب هو الشيب المبكر للشعر، وهو الشيب الذي يظهر في سن العشرينيات وأحياناً يمكن أن يظهر في سن المراهقة. يعود ظهوره إلى أسباب مختلفة. تابعوا معنا. ما هي أسباب ظهور الشيب المبكر؟ كما قلنا سابقا أن السبب الأساسي لظهور الشيب هو نقص صبغة الميلانين نتيجة فقدان الخلايا الصبغية الموجودة داخل الشعيرات الدموية، ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نقص كمية الميلانين في عمر الشباب؟ أولا، الجهد الكبير الذي يقوم به الرجل. حيث يعد الجهد الذي يقوم به الرجل والإجهاد الناتج عنه من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تغيير نسبة الكورتيزول في الجسم، والذي يعرف باسم هرمون الإجهاد. وهذه الزيادة تحدث أضرار كبيرة في الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين التي تكسب الشعر لونه. ثاني سبب لظهور الشيب المبكر هو نقص فيتامين B12. فالفيتامينات بشكل عام وفيتامين B12 على وجه الخصوص يؤدي دورا مهما في عملية إنتاج مادة الميلانين من الخلايا الصبغية في البصيلات الشعرية. ثالثا، مستحضرات ومنتجات تجميل الشعر، إضافة إلى العامل الوراثي. إذا كان أحد الأبوين يعاني من ظاهرة الشيب المبكر، فإن احتمال ظهور الشيب المبكر عند الرجل سوف يزداد طبعا. خامسا، حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية. إن فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها يتسبب في حدوث تغييرات هرمونية في الجسم، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر وسلبي على عملية إنتاج الميلانين في الخلايا الصبغية، إذ تقل كميتها، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الشيب. سادسا، التدخين، حيث يسبب تضييق الأوعية الدموية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تدفق الدم بشكل كاف إلى بصيلات الشعر والجلد. سابع سبب لظهور الشيب المبكر هو نتفه. إن بعض الرجال ينتفون عددا من الشعر الأبيض عند بداية ظهوره اعتقادا منهم أنهم تخلصوا منه، ولكن في حقيقة الأمر أن الشعر الأبيض سيعود وينمو من جديد وبكثافة أكبر. ثامنا، الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. من المعروف أن أمراض المناعة الذاتية ناتجة عن مهاجمة جهاز المناعة في الجسم لخلاياه، مثل الإصابة بالبهاق أو الصلع أو حالات الإصابة بالثعلبة. ومن الجدير بالذكر هنا أن جهاز المناعة يمكن أن يهاجم بصيلات الشعر ويتسبب بتلف الخلايا الصبغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين. تاسعا، التعرض لأشعة الشمس. فالتعرض المستمر لأشعة الشمس يسبب زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، التي تؤدي دورا كبيرا في إحداث الضرر في الخلايا الصبغية الموجودة في البصيلات الشعرية، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف إنتاج الميلانين. عاشرا، سوء التغذية. ويقصد بسوء التغذية هنا تناول المشروبات الباردة والأطعمة غير الصحية والمصنعة، وتناول كميات كبيرة من السكريات أو الملح التي تزيد جميعها الجذور الحرة في الجسم. ومن المعروف معروف أن الجذور الحرة لها تأثير سلبي كبير في مختلف خلايا الجسم ومنها الخلايا الصبغية، وبالتالي قلة إنتاج صبغة الميلانين. السبب الحادي عشر
الأمراض الوراثية. السبب الثاني عشر عدم الاهتمام بنظافة فروة الرأس. عند إهمال نظافة فروة الرأس فإن الدهون والأوساخ تتراكم عليها، الأمر الذي يؤدي إلى انسداد مسام الشعر، ويؤدي ذلك إلى عدم وصول الغذاء والأكسجين الكافي لبصيلات الشعر، مما يؤدي إلى إضعافها وعدم قدرة الخلايا الصبغية على إنتاج الكميات الكافية من صبغة الميلانين. طرق علاج الشيب المبكر. أولاً، الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 وفيتامين A، فلهما دور جد مهم في عمليات الاستقلاب التي تحدث في الجسم، ومساهمتهما الكبيرة في زيادة إنتاج صبغة الميلانين في الخلايا الصبغية الموجودة في البصيلات الشعرية. ومن هذه الأطعمة المكسرات والحليب وبعض الخضروات والدجاج والسمك. ثاني طريقة لعلاج الشيب المبكر هي استخدام زيت البيض بانتظام، حيث يلعب زيت البيض دورا مهما في منع تساقط الشعر ونموه وتجديد بصيلات الشعر لما يحتويه من أحماض آمينية، ولغناه بمضادات الأكسدة، لذا يعد أيضا مضادا للالتهاب، وطريقة استخدامه يدلك بها فروة الرأس جيدا. ثالث طريقة لعلاج الشيب المبكر هي الحرص على تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة، وتناول الأغذية الغنية ببعض المعادن الضرورية للشعر ونموه، كالشوكولاتة والعدس واللفت والخضروات والجوز واللحوم والسبانخ والرمان والأناناس. خامساً، استخدام زيوت الشعر والوصفات الطبيعية. فالحرص على استخدام الزيوت والوصفات الطبيعية للشعر والتي تدهن بشكل مباشر على الشعر وفروة الرأس يمكن أن يساهم بشكل كبير في معالجة الشيب، فهي تساعده على محاربة الجذور الحرة بالإضافة لما توفره من الرطوبة المناسبة والغذاء، مما يسهم في المحافظة على صحة الشعر. سادساً، تنشيط الدورة الدموية بتدليك فروة الرأس لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 5 دقائق والاغتسال بالماء البارد. سابعا، الحرص على بقاء الجسم رطبا والإقلاع عن التدخين بشكل تام. وتاسعا وأخيرا، صبغات الشعر، حيث يلجأ إلى صبغات الشعر في معالجة الشيب المبكر في حال كان ناتجا عن العوامل الوراثية، ولكن يفضل استخدام الصبغات ذات النوع الجيد للمحافظة على صحة الشعر ومنع تساقطه.